عليه يقول له انت ليش مصور معاه، هذا متحكي عني قبل. مو متحكي عنه، لا مجرد ما اصور معه. يعني مثلا عادي اقول اسم طبعا، الفنان حسين المهدي، مسي عليه بالخير. والنعم. حسين المهدي مسكين مره صور معي، كنت مسوي عزيمه عندي بالبيت وعازمه، اوكي قال لي بصور معك، حط الصوره كذي، ورفيقي اوكي صورت صور معي. بعدها يمكن ورا صورتي نزل صوره ابوه الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. الله يرحمه. فمسكين يعني يقول لي انه تعرض ابوه للسب بسبب انه مصور معي. انه ما لقيت غيره صورت اي وياه، ما ايوه ادري انت شنو. فيعني ما احب، خلاص صرت ما احب احرج احد يعني. فقلت خلاص ما اي لا نمسك. لا اكتفي بالصور لنفسي انا يعني في